السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. أردنا أيضا نقدم الحلقة تكون بشكل واضح على شاشة أمامكم. نحن هنا في مكتب حقوى ونس للاستشارات الصحية، بفضل الله تعالى وتوفيق جهل قدرتي إن صلى الله عليه وفقنا في هذا المصير نفع للأمة البشرية في تحقيق الصحة الشاملة وللجميع بهذه المادة السهلة الرخيصة وفي متناول الجميع، كما أعلنت قناة MBC الفضائية خلال لقائنا في عام 2013. الإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم، طبعا 13 سنة نحن مواصلين هذا الكفاح بشكل يومي، كرسنا حياتنا بشكل كامل وشامل حتى نستطيع نفع للأمة البشرية، وتوجهنا لاتجاهين، اتجاه واحد يتعلق بالإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم، وكذلك هناك في الديانات الأخرى في الإنجيل وفي التوراة، ولكن في الإنجيل أيضا توصلنا قريبا إلى الإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم في الإنجيل، لكن في القرآن الكريم بالتفاصيل بشكل دقيق جدا جدا، وحتى تطلعون على التفاصيل هذا الإعجاز العلمي. أول شيء، الماء الساخن هو المصدر الوحيد الاستثنائي في خلق وتكوين كل إنسان، كما ترون أمامكم على الشاشة، كما تبين الجنين، مراحل نمو الجنين منذ أول تبدأ من هي مجرد بذرة، يعني مجرد يعني بداية خلق الإنسان، فبالتالي مراحل التي يمر بها الجنين في جميع مراحلها طوال فترة النمو 24 ساعة بداخل هو الساكة الأمنيوسية، وداخل الساكة أو الكيس الأمنيوسية داخل بالتحديد مادة تسمى في الطب الحديث أو في العلم الحديث بالسائل الأمنيوسي. هذا السائل الأمنيوسي تحديدا هو ماء ساخن كما ترون هنا أمامكم في الشاشة، وكفى للإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم في سورة الواقعة، سورة الجزء 56. سورة الواقعة تتحدث تحديدا كما ترون أمامكم في الشاشة ثلاثة أصناف وأربع عناصر، ثلاثة أصناف أي أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، السابقون السابقون. أصحاب الميمنة هما أصحاب الجنة، أصحاب المشأمة أصحاب النار، السابقون السابقون هما في أعلى مراتب الجنة. يعني شيء، هذا إعجاز، هذا شيء عجيب جدا، كيف صورة الواقع، يعني لماذا يعني تدخلت فيما يتعلق بأصناف ما الأربع العناصر، يعني هناك في غموض في هذا الموضوع يتعلق إلى التعمق أكثر. أليس على قد يكون أن الماء الساخن مرتبط مباشرة فيما يتعلق بخلق الإنسان ومراحل النمو، وبالتالي يعني يعيد هيكلة سيكولوجية الإنسان في عملية التعامل والتطبيق اللي هي اللوازم وواجبات له، حتى يكون من المحسنين، حتى يكون هو كذلك من أصحاب الميمنة، بل من أصحاب السابقون السابقون هما في أعلى درجات الجنة. والأربع عناصر هي تحديدا بالتسلسل، أول شيء خلق الإنسان، ثم التراب التربة، ثم الماء، ثم النار. شوفوا معكم ما بين في شاشة على جهة الأيمن وجهة الأيسر، فجزأنا هذا المجموعتين، هذين المجموعتين. طبعا أول شيء نحن
أردنا أن أول شيء كما ترون في اللون الأخضر واللون الأزرق خلق الإنسان والتراب هذه مجموعة واحدة، والنار والماء والنار مجموعة الثانية. خليكم معايا فيما يتعلق بالمجموعة الأولى أي ماء والنار. خلي أول شيء نبدأ في الجزء الأول، يعني خلينا نجزء على أساس الجزئين، وكل جزء في يعني الجزء الثاني اللي هو عن أربع عناصر، بعدين بعد جزء إلى مجموعتين. ففي الجزء الأول يتعلق بالأصناف. طيب الجزء الثاني في المجموعة الأولى، المجموعة الأولى أي ما يتعلق بال خلق الإنسان والتراب، كما ترون أمامكم خمس آيات عن خلق الإنسان الجهة الأيمن، والجهة الأيسر يتعلق بالتراب. فبدأ الله سبحانه وتعالى كما ترون باللون الأحمر بداية استخدام الله تعالى لفظ قول أف، هو رمز التحذير، أف رأيتم، إذا رؤية. ترون أن استخدم الله تعالى في كل الأربع عناصر في بداية الآية أف ثم رؤية، تحذير الرؤية ثم أأنتم أم نحن، يعني في الآية الثانية في كل من العنصر. وبالتالي هذه المجموعة الثانية تتعلق بخلق الإنسان، خمس آيات أول شيء عن خلق الإنسان وخمس آيات عن التراب، وهذا بيجعل أن يكون هي تعتبر هي المجموعة الأولى. فبالتالي ارتباط بين خلق الإنسان والتراب حيث خلق الإنسان من التراب ويعود إليها في نهاية مصيره وينفصل الروح، فهذا الروح أتي أول شيء، أول خلق يخلق الله تعالى الإنسان ينفخ من روحه، فهذا الروح أتي من السماء، وبالتالي يتكون هذا الإنسان، فهو أنت وأنت أخي وأختي مكون من الجسد والروح. الجسد هو من التراب والروح من عند الله تعالى فيعود، فإن سألت عن الروح فهو روح من عند الله تعالى، وبالتالي يعود الروح من أين أتى، يعود الروح من أين أتى. لذلك خلق الإنسان والتراب مرتبط بعضهم البعض من حيث الروح والتراب، يعني الجسد والروح، خمس آيات. لكن لو جئنا في المجموعة الثانية، في الجزء الثاني المجموعة الثانية عن الماء والنار، ترون بالتحديد ثلاث آيات عن الماء وثلاث آيات عن النار. كيف؟ أول شيء مرة أخرى في الآية الأولى لكل منهما قولا تعالى أفا تحذير، ثم الرؤية بالعين، والآية الثانية في كل منهما أأنتم أم نحن، يعني واضح جدا. فلو دخلنا بتفاصيل متعلق في الماء، طبعا خلط الاثنين الماء والنار يعمل إيش؟ الماء ساخن، يصبح ماء ساخن، وبالتالي مرتبط الماء ساخن بماء المجموعة الأولى خلق الإنسان، حيث خلق الإنسان أول ما ينفخ الله تعالى. فأريد أنت الآن وأنت يا أخي وأختي انفخ على يدك تشعر بالحرارة بالسخونة، الله سبحانه وتعالى نفخ من روحه. فمجرد أول ما يخلق الإنسان في داخل رحم الأمة، يعني أول شيء يعني يتكون بقدرة، طبعا قدرة إلهية، يتكون هذا داخل كيس أمنيوسي سائل هو ماء، ماء. ثم عند النفخة يعني نفخة إلهية ترتفع بقدرته سبحان الله، ترتفع سخونة الماء إلى حتى يصبح بدرجة تحديدا 37.5 درجة مئوية، يصبح إيش؟ ماء ساخن، ماء ساخن. إذن هنا الاثنين يعملان إيش؟ مجموعة واحدة، يعني مجموعتين، هذا اسمه مجموعة ثانية من عنصرين تعملان إيش؟ ما يسمى الماء الساخن. الماء الساخن، الماء الساخن، فلو دخلنا بتفاصيل عن الماء ركزوا معي، قال الله سبحانه وتعالى أفا رأيتم رؤية الماء الذي تشربونه. دكتور ماسارو إيموتو العالم الياباني الذي اكتشف تأثير بلورات الماء بالأدعية والكلمات، نعم. والدكتور إفبت مينجليش، طبعا دكتور ماسارو إيموتو درس في نفس الأكاديمية، أنا تعرفت على تلك الأكاديمية في الهند من خلال دكتور ماسارو إيموتو، اللي كنت متابعين من برامجه يعني وأمنته، ولذلك لما وجدت أن ياباني خرج من اليابان يروح إلى الهند
حتى يدرس الطب البديل ويقدم أوراق دكتوراه ماله. فأردت أيضا أنا وجدت أنه هو المكان المناسب، لأن أيضا أفكار متناسقة بينني ومع الدكتور مسار إيموتو العالم الياباني الراحل. لذلك الماء الساخن، فبالتالي الرؤية أيضا الله تعالى أراد يقول أنها طبعا في كل تلك أربع عناصر، يعني خلق الإنسان والتراب والماء والنار. ففي هذا المجموعة الثانية الماء والنار الماء الساخن أيضا في سر، فقال الله سبحانه وتعالى حين يقول أفرأيتم الرؤيا، لذا هناك في أسرار علمية مخفية لم يكشفها التاريخ عن خلق الإنسان، عن التراب، عن الماء والنار، الماء والنار، الماء ساخن ومرتبط بقبل ذلك. لذا توصلنا بهذا الإعجاز بفضل تعالى أن فعلا هذه رؤية نحن توصلنا إليها، في فعلا بأن الرؤية هذه تدل على أن هذه من أسرار عظيمة مخفية. لذلك الماء الساخن حتى درجات الحرارة تغير مفعوله، أي تغييرات للماء في تركيباته، إضافات الماء سواء الليمون أو الملعة أو شاي أو القهوة يتغير مفعوله. ذلك يعني حتى طريقة استخدامه، طريقة الشربة، تناول الماء الساخن، البرنامج وطريقة الجرعة، ملء الجرعة. وسنعمل حلقة أخرى وفي ننشر نوضح كيف حتى تكون ما هي فترات متباعدة بين الجرعة والجرعة، وما هي المدة التي تتطلب أن تنهي كأس كامل. يعني مش بس مجرد تشرب وخلاص وتنتظر وعلى راحتك تأخذ ساعة كاملة وانت تأخذ كأس واحد ماء ساخن، لا لا لا، يعني كل هذا حساس جدا الماء الساخن. لذلك فبالتالي قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربونه، أأنتم يا بشر أم نحن، يعني الله سبحانه وتعالى، أأنتم يا بشر أم نحن أنزلتموه من المزن، أم يعني أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن، هل أنت يا بشر أنت نزلت من السماء ولا الله سبحانه وتعالى؟ يعني نزلت من السماء من الدورة المائية الأمطار، هل أنت نزلت الأمطار؟ سبحان الله، لو نشأ جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني كم كان الله تعالى يجعله يبقى مالح، لأن أساسا المياه مصدرها تأتي من المحيطات، والمحيطات كلها مالحة غير صالحة للشرب، مستحيل. لذلك الأنهار والمياه اللي هي الأنهار وكذلك البحار كلها مياه صالحة، هي أتت أتيا من السماء من خلال الدورة المائية. والدورة المائية لا يمكن تتم إن هذا أسطح المحيطات تصبح مياه ساخنة، مياه ساخنة. لذلك الماء الساخن المصدر إذا في خلقه تكون كل إنسان، وكذلك المصدر الماء الساخن هو المصدر الوحيد والاستثنائي في الحياة الكونية، من خلال دورة مائية تكون هناك حياة في الكرة الأرضية. سبحان الله، والله ما ممكن ولا بذلك لا يمكن تكون حياة في الكرة الأرضية. هذه طبعا ثلاث آيات، والثلاث آيات عن النار ركزوا معايا. طبعا قول الله سبحانه وتعالى أفا، طبعا مرة أخرى تحذير تحديد، يعني هذا واضح جدا. أفا رأيتم إذن رؤيا النار، النار التي تؤرونها، أأنتم يا بشر أم نحن، يعني الخالق الله سبحانه وتعالى الخالق العلي القديم العظيم، أنتم يا بشر أم أنشأتموه من شجرتها، يعني أنتم أنشأتم هذا النار من الشجرة أم نحن المنشئون. الله سبحانه وتعالى نحن جعلناها، خركز معي، نحن جعلناها تذكيرة ومتاعة للمقوين. ثلاثة معاني، أو شيء الله تعالى جعلها من النار تذكيرة من الذاكرة، متاعة من المتعة، المقوين من القوة. لو رجعنا إلى الخلايا الدماغية تحتاج إلى الطاقة، لإنرجي، طاقة مهمة جدا. في الخلايا الدماغية تستهلك أكبر نسبة من الطاقة 20%، وكذلك المتعلق بالمتع الخلايا الدماغية تتحكم على كل الهرمونات في جسم الإنسان، هرمون السعادة، هرمون الحب، هرمون الكرو الفر، هرمون كل هذا، هرمون الإنجاب، هرمون النمو، كل هرمون التحكم على السكر، يعني مستوى السكر اللي هو الإنسولين، كل هذه هرمونات تتحكم أي شيء. خلايا دماغية تتحكم في عملية إفرازاتها وتنظيمها. ذلك متعة هي هرمونات
ومنها هرمون السيروتونين تتعلق بالسعادة. التذكرة من الذاكرة إذن من الخلايا الدماغية. الخلايا الدماغية تعتمد على وقود أساسية، وهذه الوقود من بينها ما تعلق في الطاقة على أساس تنمي هذه قدرة. ولذلك الماء والنار خلطهما يصبح ماء ساخن يغذي خلايا الدماغية بالماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين، لأن الماء مكون من ذرتين الهيدروجين وذرة الأكسجين. سبحان الله، شوف كيف العلم، العلم بحر بحر. ذلك فيها متعة، فيها قوة الذاكرة، وفيها قوة، قوة جسدية، قوة بدنية، قوة عاطفية، قوة العقلية، قوة الروحية، قوة الروحية يعني قوة الإيمان، فهم قيمك البشرية العظيمة التي تمتلكها وتحمل بين يديك وما يحملها الآخرين، حتى تكون أنت لا تستخدم ما تنتمي إليك ذرية العزلة، بل بناء جسور السلام وتعايش السلم مع الآخرين. سبحان الله. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى، شوف ركز معايا، أول شيء بدأ إيش؟ طبعا كل أربع كلمات هنا. ركز، قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ قال فسبح يا بشر، قل سبحان الله، فسبح باسم ربك العظيم، أشكر ربك. هذا دليل برهان على أن من الذي يتقبل هذه النعمة الربانية فسبح قل سبحان الله، والذي يتردد ويشك وإلى آخره، لأن هي مادة سهلة رخيصة في متناول الجميع، تحضير إلهي، تحضير إلهية، فلا الله سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم، أقسم بمواقع النجوم، ساقط النجوم، وإنه، شوف كده جاء تكرار، يعني أول شيء التسبيح جاء مرة واحدة، لكن في الحلفان والتحذير بالقوة شدة، يعني في القرآن الكريم لم نجد أي مكان الله سبحانه وتعالى استخدم أعلى درجة من القسم إلا فيها في سورة الواقعة. وبالتالي عاد مرة أخرى يكرر وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يا بشر، إنها أعلى درجة من القسم، لأن القليلين يشكرون قليلا، فبالتالي السبحة هو مرة واحدة، بينما مرتين القسم والتحضير، فهذا واضح جدا. بالتالي نسأل الله تعالى يكون هذا، هذه النعمة الربانية، الماء ساخن، مش بس ما ليس مجرد بس خلو من الأمراض أو شفاء من الأمراض، لذلك نحن نتحدث عن خلق إنسان بالكامل، إعادة إحياء الإنسان، revitalize، إعادة إحياء الإنسان كما خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، تقويم إيش؟ الخلق، يعني خلق الله تعالى هو طفل تولد هو آتيا من الماء ساخن، اكتمل هذا الخلق بقدرة إلهية، الخلق البدني العاطفية العقلي الروحي، ذلك انقطع، لذلك نحن توصلنا إلى بأن فعلا هذا ما يفترض، بأن تبدأ الأم تعطي الطفل مولود الماء ساخن بنفس طريقة إعطاء الطفل الحليب، حليب الأم ساخن، حليب القارورة ساخن، الأمهات يسخنونه ومن ثم يقطروا على الجيد، تأكدوا من حرارة مرتفعة نسبيا عن حرارة الجسم، يعني بمعدل 40 درجة مئوية.